ساكنة عين الشق، هذا المطعم معروف عندكم، وتحنا جينا نجربو شنو كيديرو في المأكولات. بالنسبة للأدغاس راه كاين في شارع القدس، لاكارت جد متنوعة، وحنا بدينا بلي بات على كاربوناغا، الثمن ديالهم 25، وكاين بولي شامبينيون ب30، وانتوما والذوق ديالكم. سينو المذاق هو كان مزيان، ولكن شوفوا معايا دابا هذا البلدي برجر، فيون داشي والبولي ب30 اولا بجوجهم ب40، وهو اللي قدامكم في الصوره. الخبز ديالو جديد لانه طابخي سيرفور كيطيبوه سيغ بلاص. ودقنا ايضا الكالسوني، سيتون بيتزا فارسي بيان سور كو اصلها من طاليان، خديناها بفيون داشي كيجيو معاها لي فريت، لو بري 25 درهم، وتقدروا ديروا فيها البولي او الدان فومي. اما اخر طبق خدينا هما هاد لي ساندويتش اللي معاهم لي فريت، طاي ميديوم ب20 درهم واللارج ب32، وكاين اختيار كبير في لاغارنيتور. سيادنا هذا ما كان بالنسبه لليوم، شكرا لدعمكم المتواصل وتحيه خصوصيه.